وآخر الأخبار هي مساعدات من ديوان الزكاة بالشمالية للمحتاجين. تحتاج الشرائح الضعيفة في المجتمع لدعم معنوي ومادي حتى تنخرط في الحياة بالشكل المطلوب دون اللجوء للتسول وغيره من الممارسات الخاطئة التي أصبحت منتشرة بصورة ملحوظة. وهناك جهات تقوم بعمل كبير ودعم سخي لهذه الشرائح، ومن واقع دوره تجاه شرائح المجتمع المحتاجة بالولاية الشمالية يعمل ديوان الزكاة على تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات التي تستهدف شريحة واسعة من الأشخاص ذوي الإعاقة وطلاب المدارس بمراحلها المختلفة وطلاب التعليم العالي. وشمل دعم هذه الشرائح دعما عينيا وماديا بصورة كبيرة. للمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف عبد القادر أحمد عثمان، مدير المشروعات بديوان الزكاة بالولاية الشمالية. مساء الخير عليك. مساء النور ليكم. أهلا وسهلا. تجلى لمشاهدي قناة 24 سودانية. أهلا وسهلا. حدثنا حقيقة يمكن الديوان في ديوان الزكاة بالولاية الشمالية في الأيام الفائتة دش نقرة المشروعات محافل الخيرات 7. نعم، وده كنت أنا عايز أسألك منه أستاذ عبد القادر، يعني النسخة 7 من محافل الخيرات حدثنا عنها وعن النسخ التي سبقتها. طيب حقيقة يمكن النفرة 7 رقم 7 هي نفرة كانت متميزة ومتنوعة. نعم. وشملت 7 محاور بتكلفة إجمالية 1,180,100 جنيه اللي هو 1,180,000,000 جنيه. استفاد منه أكثر من 53,100 مواطن بمختلف شرائحهم، وشملت مشاريع عاشية كانت ل 295 شخص. نعم. بمبلغ 200 مليون، وكذلك أشخاص ذوي الإعاقة تركيب سماعات ل 100 شخص. نعم. بمبلغ 20 مليون، وتم توفير برضه طرمبات خاصة ل 19 بير بمبلغ 24 مليون. نعم. وكذلك يمكن لم تقفل النظرة طلاب الجامعات، تم توفير 10 مبردات كبيرة سعة 1000 لتر بمبلغ 7 مليون جنيه، وتم توزيع 20,000 حقيبة مدرسية مكتملة المحتويات الحقيبة والمقاطع بتاعت اللبس ودستة كرافات بمبلغ 300 مليون جنيه. نعم. وكذلك يمكن تم توزيع 10,000 جوال قمح ل 30,000 أسرة بمبلغ 550,000 جنيه. وإضافة لذلك كانت في النفرة، وإضافة يمكن النفرات السابقة في كردستان بنفس المحتويات، والحمد لله ديوان ماضي بأنه يعني يغذي كل المجتمع شرائح المجتمع المحتاج إن شاء الله سبحانه وتعالى. نعم، يعني من خلال حديثك غطيتم مجموعة من الشرائح المجتمعية، قدمتم للأطفال في المراحل التعليمية الأولى وأيضا لطلبة الجامعات، إضافة لذوي الاحتياجات الخاصة. هؤلاء الشريحة يعني كنسبة وتناسب لكم رصد أنه أنتم غطيتوا كم في المية من عدد المحتاجين لهذه المساعدات؟ والله نحن طبعا 53 نحن الحظر الشامل بالنسبة لنا 64,000 أسرة. نعم. ودي 53,000 أسرة، يعني ناقص حكاية بتاعت 10%، يعني دي تمثل لنا 90%. نعم. ولكن داير أنوه أنه يعني الأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى السماعات كان لهم دورة تدريبية برضه ب 6 مليون جنيه. نعم. برضه لتدريبهم وكده، وبرضه عندهم الوسائل الحركية مواتر معاقين ضمن الفردي. نعم. عندهم 31 موتر معاقين للحركة للناس، دل الناس اللي بيقدروا يعني يشتغلوا عشان يساعدهم يوصلوا لأعمالهم، يقدروا يشتغلوا ثاني يعملوا وسيلة كتحويل. نعم. رصيد أو أي حاجة ثانية.
بدل ما يكون زوج قاعد ويكون زوج منتج ان شاء الله سبحانه وتعالى. نعم، وبذلك يعني تكونوا تجاوزتم معهم مكان الحوجة باعتبار أنهم يصبحوا منتجين ولهم دخل ويساعدوا نفسهم وبقية الأفراد في الأسرة. أيضا ديوان الزكاة له عدد من المشروعات المطروحة، يا ريت لو تحدثنا عنها، المشروعات المستقبلية. والله الديوان طبعا أصلا ماضي في أنه يعني بقدر الواقع الماضي، يمكن الولاية الشمالية هي تتمتع كولايه زراعيه، دائما احنا بنمشي في هذا المنحنى، وعندنا ان شاء الله يمكن برضه من الحاجات الكبيره المنفذه في الولايه الشماليه عندنا مفرخ اسماك في وادي حلفه، وهي تبي تنتج ذريعه الاسماك لتشجيع الاستزراع السمكي. نعم. فنحن ان شاء الله برضه ماضيين في نشجع الاستزراع السمكي، لانه زي ما عارفين انه الاسماك سوق رائج وهي مقبوله وهي بتؤدي الى استقرار الاسر. صحيح. في الاستزراع السمكي برضه بوجودنا، لانه نوفر مصانع للعلف حتى نربط هذه المشاريع مع بعضها البعض ان شاء الله. ونحن عندنا في كل محليه ميزه نسبيه، نضيف هنا نشوف كل محليه تناسبها من مشروعات وننفذ فيها ان شاء الله. يمكن في محلية دنقل عندنا برضه مجمع كبير يعني بتاع مشغل، وفيه مويه صحيه وفيه مكتبه يعني مجمع للمراه للخريجين، وفيه تغذيه التوابل، لان الولايه برضه يعني ذاخره بالتوابل اللي هي ممكن عملها غير اضافه وتشتغل في الصابر في المستقبل ان شاء الله. نعم، شكرا وتقدير أستاذ عبد القادر أحمد عثمان مدير المشروعات بديوان الزكاة بالولاية الشمالية، شكرا لهذه المداخلة.